في برلين كما في مدن أخرى بدأ الملل يتسلل إلى النفوس مع استمرار إغلاق المسارح والحانات والمطاعم، إلا أن السكان وجدوا طريقة جديدة للترفيه عن أنفسهم جماعياً من دون التعرض لاحتمال الإصابة بمرض كوفيد-19 من خلال عرض أفلام على جدران باحات المباني. Und hier können wir ganz gut auf unseren Balkonen sitzen und Kino gucken. Und ich hoffe einfach, dass auch viele Leute spenden halt auch. Das ja. kommt den Künstlern zugute und die brauchen es wirklich echt dringend in dieser Zeit. Passt alles nicht zusammen. وقد توقفت قاعات السينما في برلين عن بيع البطاقات ووجهت هذه الأخيرة نداء للتبرع تحت عنوان يطبع بهدف جمع أكثر من 700,000 يورو، وقد بلغت وعود التبرعات حتى الجمعة 100,000 يورو.